تصرفك صحيح يا سمو الأمير. طالما سمو الأمير بيزيد ما غادر ولايته، أنت ما فيك تغادر هالمكان أبداً. مولانا عم يطلب مني غادر هالمكان فوراً، وفوق هالشي مو مصدقني وعم يأمرني ما أتهم بيزيد بأمور مو مزبوطة. أنت بتعرف كتير منيح سوكولو، بيزيد عم يجمع جنوده ورح يقطع طريقي وقت أطلع من القصر. مولانا السلطان كان كل الفترة الماضية عم بيدعمك يا سمو الأمير. إذا حاول سمو الأمير بيزيد يجي بجيشه باتجاهك، فجيوش مولانا رح توقف بوشه. وإذا تأخروا لوصلوا؟ كون مطمئن، لأنه سمو الأمير بيزيد عم يخسر مؤيدينه يوم بعد يوم، وأركان الدولة يلي شايفين المستقبل واقفين خلفك يا سمو الأمير. رستم باشا مع مين واقف؟ واقف على الحياد وعم بيحاول يكون بعيد عن الموضوع. ما بيصير هيك شيء، لازم تخبره. إذا ما وقف بصفي فهو ضدي. أنت كيف بتخالف أوامر مولانا يا بيزيد؟ ليش لسه ما رحت على أماسيا؟ أنت بتعرفي إني كتير مظلوم بهالقرار يا مريم. ما رح أقبل النفي على هديك الولاية المشؤومة بسبب كذب سليم. أخي مصطفى طلع من أماسيا على موته، وما بدي يكون مصيري مثله. أنا فهمانة شو يعني إنك تروح على أماسيا، بس لو شو ما كان أنت ما بجوز تخالف أوامر مولانا بنوب. هذا الشيء اللي بده اياه سليم. سليم بده مولانا يقتلني بايده حتى يرتاح، لانه جبان وما بيقدر انه يواجهني. سليم بعت رساله لمولانا عم يشكيك فيها، كاتب فيها انه عم تجمع جيش. لو تعرف قديش ضليت اقنع مولانا بانه هالحكي هاد كله افتراء. بيزيد لا، قلي إنه مو مزبوط هالحكي. أنت شو متوقعة يا مريم؟ إني ضل واقف وناطر الموت اللي عم يقرب مني يوم بعد يوم وما أمنعه؟ ما عم صدق ابنه؟ شو نسيت الوعد يلي قطعته لأمي؟ أنا وفيت بوعودي كلها يا مريم، بس هن بتصرفاتهم وصلوني لهون وخلوا الموضوع إما نصر أو موت. طمنوا لا تقلق يا مولاي، إن شاء الله السلطانة مريم رح تقنع سمو الأمير بيزيد بتنفيذ أوامر حضرتك بأسرع وقت، ورح ترجع بأخبار منيحة. هذا اللي بتمناه يا رستم، حتى ما بدي فكر بعكس هذا الشيء أبدا، لأنه هي آخر فرصة بعطيها لبيزيد. حكمتكن رح تحل الموضوع يا مولاي، وما بتوقع سمو الأمير بيزيد يكون قصده يقود أي تمرد ضدكن يا مولاي لا سمح الله. مشكلته مع سمو الأمير سليم، وهي العداوة اللي بيناتهم رح تنتهي بأقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله. بترجاك تساعد سمو الأمير بيزيد يا سلطانة، هو بيحبك وبيحترمك كتير سلطانة. من بعد وفاة المرحومة السلطانة هيام صرتي بالنسبة له بمقامة. يلي عم يصير اليوم كله بسبب نوربانو، هي الشيطان يلي عم يلعب بعقل سمو الأمير سليم. وانتي شو عملتي؟ كل الشغلات اللي صارت هون والحرب اللي على البواب، ما كلفتي حالك تخبريني بشي؟ والله خفت سلطانة، لأنه رسائل المبعوثة للقصر مو معروف شو مصيرها، ولو قروا أعدائنا هيك رسالة رح يكون سمو الأمير بيزيد بخطر كبير. إيه مزبوط، وللأسف يلي خفنا منه صار. الله يجيرنا ويجيب العواقب سليمة. نحنا لازم نطفي هالنار، أنا وياكي، فهمتي؟ واجبنا هلأ إقناع سمو الأمير بيزيد، لازم يوقف جمع الجيش ويروح على أماسيا. تتوقعوا السلطان سليمان رح يعفي عنه بهي الحالة؟ ورح تنتهي كل المشاكل اللي واقع فيها سمو الأمير؟ ما في شي مضمون، بس هيك منكون هدينا الوضع شوي، ما هيك يا سنبل؟ معك حق بهالشي يا سلطانة، إن شاء الله روحة سمو الأمير بيزيد على أماسيا تخفف من غضب مولانا السلطان، لأنه إذا الإنسان شاف نار شاعلة لازم يبعد عنها لحتى ما يحترق فيها.
أنا رح ساوي كل شي بيطلع بإيدي يا سلطانة، بس لا تنسي أبداً إني أنا جزء من هاي الحرب، وشو ما بيقرر سمو الأمير رح كون معه ورح أفديه بروحي كمان. ممتاز، لازم تضلي هيك عطول. إذا بلشت الحرب ما رح توقف، الشي الوحيد يلي لازم نفكر فيه كيف نمنعه. عم تفهمي؟ ادخل. السلطانة نوربانو سموك. دخلها. سليم، بعرف انك مزعوج بسبب هديك الخانم. السبب مو الخانم نوربانو، وانت بتعرفي هالشي كتير منيح. شو ما كان، المهم هلأ انه مو وقت النقاشات والزعل، بالعكس المفروض نكون سوا بهذا الوقت لحتى نحارب أعدائنا ونواجههم. سليم، مين أقرب وحدة إلك؟ ومين اللي كان واقف جنبك دائما؟ السلطانة مريم، لحتى تقنع الأمير بيزيد إنه يتراجع راحت على كوتاهيا. مريم مثل المرحومة أمي، عم بتحاول بكل الطرق لحتى تشوف بيزيد سلطان المستقبل. المرحومة السلطانة هيام كانت حتى وقت تزعل منك تحميك وتوقف جنبك يا سمو الأمير، بس السلطانة مريم ما لها هيك أبدا، رح توقف في صف أعدائنا، بس المهم إنه رستم باشا بصفنا. مو أكيد. كيف يعني؟ إذا مو معنا، لكن شو مستني لحتى تفضح علاقته بالسنيورا مينديس؟ شو رح نستفيد نوربانو؟ إذا رستم باشا انعزل من هالمنصب رح يستلم سمير باشا المعروف بدعمه لبيزيد. سمير باشا إذا فكر شوي رح يوقف في صفنا ورح يتخلى عن دعمه لبيزيد. مستحيل خاطر، وخاصة إنه الجيش الانكشاري رح يبقى محايد بسبب رستم باشا. إذا انعزل ما بعرف شو رح يعملوا. أكيد السلطانة مريم رح تقنعه. الأمير بيزيد رح يروح على أماسيا، وهيك رح يبعد عنا وعن العاصمة ورح نخلص من مشاكله كلها. حتى لو مريم قدرت تقنع بيزيد ما رح تنتهي المشاكل أبدا. هو جرحني مرة وندم لأنه ما قتلني يومه، بده روحي، ومولانا السلطان هو الوحيد اللي بيقدر يمنعه. شو الأخبار يا فهد؟ شو عم يقولوا؟ رح يوقفوا بصف سمو الأمير بيزيد؟ الباشوات يا سمو الأمير خايفين بقدر إخلاصهم إلك، هنن مأيدينك، بس هنن خايفين من غضب مولانا السلطان. فوت بالموضوع دغري، رح يكونوا معي بالحرب ولا لا؟ طلبوا شوية وقت، رح يفكروا بالموضوع ويردونا جواب. أنا ما رح انتظرهم، ورح استمر بجمع الجنود وتجهيز الجيش. كتير منيح، من هون لحتى يبعتولنا جواب أكيد لازم نستمر بجمع الجنود. مو عارفانة كيف بدي هدي غضب بيزيد يا سنبل، على ما يبدو انه مصر على الحرب. والله ما بعرف شو بدي اقلك، بس لازم تشيلي هالافكار السودة من بالك، وبنفس الوقت لازم نحسبها صح. يعني اذا قامت الحرب بين الاخوة لا سمح الله، وقتها لازم نكون عارفانين شو لازم نتصرف بالضبط يا سلطانة. لو أمي موجودة تعرف شو كانت رح تعمل؟ كانت أكيد رح توقف بوش مولانا السلطان،
وكانت عملت أي شيء بس لتحمي سمو الأمير. وأنا رح أعمل هالشي. يلي بده ياخد روح بيزيد لازم بالأول ياخد روحي أنا يا سنبل. إن شاء الله ما بيجي هذا اليوم ولا حتى بنشوفه أبداً. أخذت الذهب من المكان يلي قلت لك عنه. أنت إمتى رح تطالعني من هون؟ طلعك شو يا خانو؟ بتوقع إنك وقت تموتي رح تطلعي. لك شو أنت عم تضحك علي؟ اتفقنا طالعني من هون مقابل الذهب. هي. أنا ما أخذت أي ذهب بنوب ولا تعطليني. بعد عيونك عن الأمير سليم وسوكولو باشا أبداً يا غضنفر. بدي أعرف كل شي عم بيحكوا حتى أدق التفاصيل لازم توصلني. أمرك يا سلطانة. حتى بعد موت السلطانة هي عم توقعني بمشاكل مع الأمير سليم. إن شاء الله ما رح تتكرر هاي الحوادث من بعد اليوم يا سلطانة، وخاصة أنه فخرية ما عاد رح تزعجكم. جهزوا لي الحمام، تعبانة كتير ولازم ارتاح. أمرك مولاتي. وعدت السلطانة هيام قتلك، وأخيراً إجا هذا اليوم ورح نفذ وعدي. أصحك يا فخرية، أصحك يا فخرية. إذا قتلتيني ما رح تطلعي من هون عايشة. رح نموت سوا يا خانو، وهلأ رح خلص عليك. مين بدك تروحي؟ أنا بإيدي رح أخذ روحك وأخلص منك يا نور بانو. أنا ما رح روح من هون قبل ما أتأكد إنك غيرت رأيك يا بيزيد. وجودك بقصري بيريحني كتير وبيسرني يا أختي، وبتمنى تضلي عندي. الماضي كتاب يلي بيعرف يقرأ رح يكتشف أسرار المستقبل.
نحن مرينا بظروف صعبة كتير، ومولانا لما بيشوف الخيانة ما بيرحم حدا بنوب حتى ولاده. أنا مستحيل أقدر أنسى الشي اللي صار مع أخي المرحوم مصطفى. مولانا السلطان اندفنت روحه من بعد موت السلطانة، والله وحده بيعلم شو عم بيدور براسه. وعدني بيزيد، وعدني تروح أماسيا وتتجنب غضبه. أنا رح روح يا مريم، ما تقلقي. أنت عن جد بدك تروح؟ طالما إنه مولانا هيك بده فأنا رح روح على أماسيا. حاسة في شي عم بيدور براسك؟ رح خبرك شو رح أعمل بالتفصيل، لأنه ما ضل حدا بالعيلة بوثق فيه غيرك أنتي. الواضح أني محتاج لشوية وقت. لشو؟ بأماسيا أنا رح أجمع جنود أكتر، وغير هيك أنا ناطر يوصلني جواب من البشوات، وإن شاء الله رح يكونوا جنبي. ولما يكبر ويقوى جيشي رح روح لعند سليم وخلص عليه. أخي فكر بحل تاني، ما في حل غيره؟ هذا الطريق ما عاد في منه رجعة يا مريم. مولانا وسليم ما رح يسامحوني أبداً، ورح يقطع راسي بأقرب فرصة. اسمعيني أختي، لا تخافي، أنا رح كون منيح. أنا هلأ ما عاد في حدا غيرك واقف جنبي. إذا ناوية تتخلي عني ومو حابة تكوني معي، فياريت تخبريني وتحطيني بالصورة. جهز جيشك وقوي منيح، واعمل يلي لازم تعمله، وأنا بقسم لك رح كون معك بكل قوتي. ادخل. باشا. شو في يا زال؟ سفن السنيورا مينديس وصلت على المينا من شوي. انا متضايقه يا سنبل، لما اتخيل شو رح يصير بحس حالي رح اختنق. حتى لو شفت بعيوني ما كنت بصدق انه بيزيد ممكن يعمل تمرد. بس كل شيء بهالدنيا بيتغير. يبدو انه بيزيد ما رح يتراجع عن لبراسه، والحرب رح تولع قريبا. اعوذ بالله، شو عم تقولي يا سلطانة؟ مولاتي شو رح تقولي لمولانا السلطان؟ والله اذا حدا خبره عن يلي عم بيصير بكوتاهيا مستحيل يقدر حدا يوقف بوشه، حتى انت يا سلطان. رح اقول انه بيزيد رح يروح على اماسيا. انتبه يا سنبل، مولانا ما لازم يعرف بنوب انه بيزيد عم يجمع الجيش. انا ما رح تطلع مني ولا كلمة يا سلطانة. بوعدك بهالشي. بس سمير باشا بيعرف بوضع سمو الأمير بيزيد، وممكن إنه يخبر مولانا السلطان. لازم نضمن إنه ما يخبر مولانا بأي كلمة، وإنه يحفظ هذا السر جواته. سمير باشا رجل دولة ممتاز، وبيعرف منيح إنه ما في مكان للحياد بهالحرب هاي. بس المهم هلأ إنه نعرف هو مع مين. رستم بيوثق بسمير باشا، وأنا ما بتوقع إنه يوقف ضدنا. بس معك حق، لازم نحسب كل الاحتمالات. وهلأ من الضروري أحكي معه وأتأكد إنه مخلص إلنا واقف بصفنا. مزبوط يا سلطانة. سارة كانت مساعدتي، بس للأسف من فترة خسرت نتيجة حادث كتير بشع، وهلأ بدي منك إنك تقومي بهي الوظيفة عنا. مثل ما بتأمري سينيورا. إن شاء الله إنه ما بتحسي بغيابة. إن شاء الله يا خانم. سينيورا مينديز، أهلا وسهلا فيكي بقصرك. يعني وأخيرا رجعتي. رستم باشا،
بترجاك تسامحني، اضطريت اني سافر من دون ما خبرك، كان عندي شوية شغل. صار فجأة وما قدرت اني ابعث لك خبر. وقت خبرتيني انك اكلتي على طاولة البابا وقلتي لي عن الصداقة القوية اللي بتجمعك بالملك فرديناند، ظنيت انك رح تكوني مرة ذكية يا سنيورة، وطلعت غلطان لانك طلعتي مرة عادية كتير وما عندك خبرة ابدا، وفضحتي علاقتك بالوزير الاعظم للدولة العثمانية وما قدرتي تخبي هيك سر مهم جواتك ابدا. بترجاك تسامحني يا باشا، انا ما إلي علاقة بالموضوع، ابن اخي يوسف خطف سمو الأمير سليم وهددني فيه يا باشا. أنت مين عم تحاولي تخدعي يا سنيورة؟ بعرف بكل شي صار. لما قتلوا الخانم اللي بتشتغل عندك ارتعبتي وما عرفتي شو تعملي، قمتي ورميتيني لسمو الأمير سليم ببساطة، وبسبب هذا التصرف كان ممكن أنه أخسر وظيفتي ومنصبي وحتى حياتي. سامحني بترجاك يا باشا، ما عرفت شو بدي أعمل بوقتها، سمو الأمير سليم أجبرني أعمل هالشي. والله أنا حبيتك يا باشا، والله حبيتك، خلينا ننسى كل شي صار، بترجاك سامحني بترجاك. اللي سويتي ما بينغفر يا سنيورة، غلطتي غلطة كبيرة كتير، اللعب بالنار مع السلطة مو سهل وخطير كتير، ومن اليوم ورايح أي غلطة وقد ما كانت صغيرة رح تكون آخر غلطة بحياتك. سلطانة، شوفي يا باشا ليش وقفتوا؟ نحن شوي ومنوصل على العاصمة، بس بالأول رح نمر على أسكودار. قبل ما نوصل على العاصمة اسمعني منيح شو رح أقلك. سمو الأمير بيزيد كان كتير مهم للسلطانة ومهم بالنسبة لإلي. أول ما نوصل على العاصمة رح نطمن مولانا بأنه بيزيد رح يروح أماسيا وأنه كل شي تمام. بس يا سلطانة، كيف رح نبرر جمعه للجنود؟ خاصة أن مولانا رح يسألنا عن هالشي. شفت شي بعيونك يا سمير باشا؟ أنا ما شفت. مو معقول نتهم سمو الأمير ونحن ما شفنا شي بعيوننا، ما هيك؟ حاشا، ومين بيتجرأ أصلا؟ أنا ما شفت شي وما سمعت شي. اتفقنا، هيك منصير بطرف واحد يا باشا، رح ندعم بيزيد، ثقتي فيك كبيرة وإن شاء الله يا باشا تطلع قد ثقتي فيك. ادخل. احكي يا سوكولو. سمو الأمير سليم باعت لكم معي خالص احترامه وحبه لحضرتكم يا مولاي السلطان، بالإضافة كمان بعت لكم أخيول هدية وبيتمنى أن تعجبكم يا مولاي السلطان. هلأ المهم إمتى هو ناوي يروح على قونيا؟ بأسرع وقت يا مولاي، سمو الأمير ما عنده نية أنه يخالف أوامركم، بس السبب الوحيد يلي مانعه من مغادرة ولايته هو أنه ما بده يواجه سمو الأمير بيزيد. إن شاء الله تكون الأخبار الجاية من كوتاهية منيحة وتنتهي هالقصة على خير.
سلطانة، بما أنك مبتسمة فأكيد جايبتينا أخبار حلوة. مالي مصدقة إمتى أشوف مولانا وخبره بالأخبار الحلوة. خبر مولانا اني طالبه اشوفه. بتمنى تكون فكرت منيح باللي قلت لك اياه. انا متاكده انك ما رح تخيب لي املي فيك يا باشا، وما عندي رغبه افكر بعكس هيك. مولاي، احكي يا مريم، شو الوضع؟ كل شي مثل ما بدكن يا مولاي. بعد ما استقبلني بيزيد بقصره وعدني انه رح يروح على أماسيا بأقرب وقت ممكن. اذا فعلا بيزيد كان ناوي يروح، ليش بعده بكوتاهيا لهلأ؟ في شوية أمور لساتها معلقة وحابب إنه يخلصها. ما حب يروح ويخلي مشاكل وراه بإمارة كوتاهيا يا مولاي. سمير باشا، أمرني يا مولاي. صحيح إنه الأمير بيزيد عم يجمع جنود ويشكل جيش؟ أنت شفت شي إشارة بتدل على هالموضوع؟ أنا دققت بالموضوع يا مولاي وسألت ناس كتير عن هالقصة. ما في دليل إنه سمو الأمير عم يجمع الجنود أو إنه ناوي يعمل أي شيء. من الواضح إنه مجرد إشاعة. فيك تروح. اسمعي يا مريم، اللي سمعته منك من شوي أنا مالي مصدقه. حكي لي الحقيقة أحسن ما تكبر القصة. أكيد يا مولاي، أنا ما رح خبي عليك شي. بيزيد ما كان بده يروح أماسيا. قراركن هاد كتير ضايقه، عم يقول ليش اخترتوا له أماسيا من بين كل الولايات. بس أنا حكيت معه وأقنعته رح يروح، هو وعدني. إن شاء الله بيزيد يتعلم من هالشي اللي صار معه وينهي الخلاف اللي بينه وبين أخوه بأسرع وقت. مولاي، للأسف أنتوا ما بتشوفوا غير تصرفاته السيئة، بس هو كتير منيح. سليم دائماً بيستفزه ليطالع أسوأ ما عنده يا مولاي، وبعدين بيجي وبيشكي لك عليه وكأنه هو خالي العيوب. مثل ما بتعرفوا المشروب يلي بفوته على قصره بيكفي لحاله، مع انه وعدك يتوب بس هو نكس بوعده. سليم عنده اخطاء كتيرة وانا بعرفها، وانا رح اعمل كل جهدي لحتى يتخلص منها يا بنتي. بس اخطاء اخوك سليم كلها بتأذي سليم لحاله، بينما اخطاء بيزيد بتأذي لإله وبتأذي سليم. وحتى انه بتشكل خطر علي، هذا هو الفرق. كيف نوربانو هلأ؟ صارت أحسن والحمد لله يا سمو الأمير. سمو الأمير؟ من شوي إجاني خبر سمو الأمير بيزيد أخيراً توجه على ولاية أماسيا. نشكر الله. برأيك شو معنات هذا الشيء يا باشا؟ معقول بيزيد وقف عن جمع الجنود وشال من راسه فكرة الحرب؟ هالشي مستحيل يا سمو الأمير. أنا بعرف سمو الأمير بيزيد منيح، وقت يحط شي براسه رح يعمله. يعني عم بيحاول يكسب وقت؟ محتمل يا سمو الأمير، لكن روحته على أماسيا رح تكون لمصلحتنا بكل الأحوال.
ما عاد في شيء بخوف. صار فينا ننطلق على قونيا بأي وقت بتأمروا فيه حضرتكم. يا خانوم، خدي الولد على غرفته. شو اللي عم بيصير يا مريم؟ كيف قبل سمو الأمير بيزيد إنه يروح على أماسيا؟ فهم إنه مخالفة أوامر مولانا السلطان ما رح تفيده بنوب، يعني تراجع عن التمرد. لا، ما تراجع، لساته عم يجمع الجيش. في سبب واحد خلاه يقبل يروح على أماسيا، هو إنه يكسب وقت، لأنه الحرب أكيدة. بس مولانا إذا عرف ما رح يسكت أبداً يا مريم، كيف بتكذبي عليه؟ بعد ما ينتصر بيزيد ما رح يضل هالشي معنا بنوب، ثقتي بأخي كبيرة. هو ناوي إنه يتفق مع سادة الأناضول وكرمان وأضنا، وبفضل مساندتهم أكيد رح يتفوق على سليم. إذا صار هالشي رح نكون كلياتنا بخطر، لازم نعرف بصف مين رح نوقف. شو عم بتقول يا رستم؟ نحن محددين موقفنا من زمان، نحن كنا دايماً ندعم بيزيد ورح نضل واقفين معه. أنت غلطت كتير بإعلان موقفك من هلأ يا مريم. نحن واجبنا منع هاي الحرب بأي طريقة وحماية سمو الأمير بيزيد ومساعدته لحتى يوصل للعرش. كونك بمنصب كبير بالدولة يا رستم، يبقى أكيد بتعرف إنه السيف لما ينسحب من غمده ما بيرجع إلا ليتلوت بالدم. ما رح يتركوه بحاله، سليم رح يهاجمه بأول فرصة، لأنه الغدر بطبعه. رستم، أنت قطعت وعد للسلطانة وأقسمت على القرآن إنك تحمي بيزيد حتى لو كان الثمن حياتك. لا تنسى هالشي أبداً. الحمد لله على سلامتك. شكرا. يشهد علي ربي، رح حاول امنع نشوب الحرب بين الامراء يا سلطانة، ورح احميهم من غضب مولانا السلطان سليمان. رح اعمل كل يلي بقدر عليه كرمالهم. بوعدك. محمود اغا، مرني يا باشا. بعت ورا القاضي روملي، في شويه امور بدي استشيره بخصوصها. اللهم اجعله خير يا باشا. شو القصة؟ بخصوصي أنا يا محمود آغا، الوعود يلي وعدتها وبقايا الماضي والناس يلي وثقت فيهم والأمور يلي آمنت فيها ودافعت عنها والمستقبل. نحن ما لازم نضيع وقت بنوب يا فهد. خلي الشاويش حسين يروح على الولايات القريبة ويعطيهم خبر ويقلن رح نستقبل أي شخص بده يحارب بصفي. وانت روح شوف البشوات، انتهت المهلة اللي اخدوها. لازم نعرف مين رح يوقف بصفنا لحتى نستعد، والجيش لازم يجهز بأسرع وقت. بأمر سموك، سمو الأمير، حتى لو ما بدك هالشي بس أكيد رح يصير. مثل ما صار مع أخوك، انت هلا منافسك مو الأمير سليم وبس، السلطان سليمان كمان. انتبه لهالشي، لازم تكون دائما حذر ولا تثق بحدا لو شو ما صار. السلطان بيتصرف كحاكم وما بيتذكر انه اب الا بعد ما توقع المصيبة. تذكر هالكلام هاد دائما. قصدك انه ما اعمل مثل اخي المرحوم مصطفى وروح برجلي على الموت؟
أحيانا تغيير الماضي بيكون مستحيل، لكن أحيانا بفكر وبقول وين كان الغلط يلي غير قدرنا. آخ الله يرحمك يا سمو الأمير، كان صاحب وجدان وضمير، كان لازم إنه يعلن عصيانه من أول ما انتقل على أماسيا. مثلك تماما، لو عملها كان ممكن يتغير كل شيء، بس هلأ لازم نتعلم من دروس الماضي. أنت هلأ أكيد يلي رح تطلع منتصر من هالحرب. مثل ما بتكون طبيعة الإنسان بيكون قدره يا فهد. أنا من لما كنت صغير كنت أقول الحق وما خاف أبدا، ولو شو ما كان قدري أنا مستعد واجهه بشجاعة. الله يساعدنا ويقوينا. آمين. حضرة القاضي المحترم، أنا بصراحة حابب كتير استفيد من علمك ومعرفتك الكبيرة، وفي موضوع كتير مهم بدي استشيرك بخصوصه. هذا لطف منك يا باشا، امرني بشو بقدر أنا أخدمك يا باشا. يعني إذا الواحد حط إيده على القرآن الكريم وأقسم، وبعدين هذا الشخص نقض باليمين اللي حلفه وكان هذا الشيء فوق إرادته، بيقدر يكفر عن ذنبه؟ أولاً المفروض إنه هالعبد هذا يتوب يا باشا، الله بيحب التوابين وربنا بيسامحهم وبيغفر لهم يا باشا. يعني التوبة لحالها كافية يا حضرة القاضي؟ كافية يا باشا كافية، بس لازم هالرجال المؤمن يلي ارتكب هالذنب هاد يتصدق بنسبة من أملاكه لوجه الله، لازم يساعد الفقراء والأيتام والأرامل والناس اللي بحاجة لهالشي، وقدر الإمكان يساعد الناس المحتاجة.